مع ازدياد أعداد النتائج الإيجابية لفحوصات كورونا، تتنوع ردود الفعل من شخص لآخر، وقد يمر الكثيرون بأوقات نفسية عصيبة نتيجة للألم الجسدي من جهة، وكثرة الأخبار من جهة أخرى، بالإضافة إلى فكرة العزل. لذا فإن الدعم النفسي لمرضى كورونا يجب أن يكون استجابة جماعية ومجتمعية وأيضا حكومية، فالانتصار على الفيروس مهمة جماعية وليست فردية. ما هو الدعم النفسي المطلوب والذي يجب تقديمه لمرضى كورونا؟ وما مسؤولية الأفراد والمجتمع تجاه المصابين؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفتنا مدربة المهارات الحياتية عهد سوداني. لكن في البداية، كيف ترون أنتم الموضوع؟ هل تعودنا فعليا على هذا الموضوع وعلى الدعم؟ دعونا نستمع لآرائكم. الدعم النفسي هو مريض الكورونا أولا من خلال طبيعة المرض وسمعة المرض السيئة صار بيفكر كثير في أنه هو أقرب للموت من أنه أقرب للحياة، فهو الرعب أكثر إشي بيخاف من الرعب من المرض. ثانيا إذا كان في عائلة فهو بخايف، بكون من مرتين، مرة من نفسه ومرة خايف على أولاده وعلى عائلته كمان، فلازم ندعمه إحنا، نبين له أنه الإجراءات السليمة بالوقاية هي الأساس في الموضوع. إذا بتقوم بالوقاية 100% بتاخذ الفيتامينز المطلوب واللي هو مبين صار كل حدا عارفه بالتناوب السليم وبالطريقة السليمة. لازم أول إشي نسيرن، نعطيهن معنوية، نوقف معن ونديروا بالن على حالن. الدعم النفسي إنه الشفاء من رب العالمين لكل داء، لكن أكثر شغلة إحنا بنقدر نقدمها لكل مريض نقول له إنه يحافظ على نفسه، يأخذ فيتامينات، هو مرض عادي بالنهاية، ولا بد يعني نسبة الشفاء فيه عالية جدا. الدعم النفسي الممكن نقدمه لمرضى فيروس كورونا بتقديم الدعم النفسي من خلال توعيتهم بالمحافظة على صحتهم، بالإضافة للنمط الحياة والتعامل داخل البيت أو خارج البيت، بالابتعاد عن الإخوة والاختلاط عن الأشخاص الآخرين. بشكل أساسي يكون اتصال غير مباشر عن طريق التليفونات، نحكي معهم كل يوم، نحكي معهم كل فترة، نطمن على صحتهم، نخبرهم على الأشياء اللي لازم يشربوها ويأكلوها، والتليفون كله عن طريق الاتصال غير المباشر. إذن مشاهدينا، عهد سوداني مدربة المهارات الحياتية معنا لنتحدث أكثر عن موضوع الدعم النفسي لمرضى كورونا. صباح الخير لك يا عهد. صباح الخير، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك يا عهد. يعني بداية كلنا بحاجة إلى دعم نفسي في هاي المرحلة أكيد، لكن الأشخاص اللي هم في أمس الحاجة لهذا الدعم النفسي هم الأشخاص المعزولين، المرضى بهذا المرض على اختلاف طبعا مستويات الإصابة. خلينا نبلش من أين نبدأ هذا الدعم النفسي من ناحية المبدأ؟ صح، لا شك أنه يعني هلأ بهذه الظروف الأشخاص الطبيعيين غير مصابين عندهم توتر وقلق ورعب من اللي عم بيصير، خصوصا لأنها هي تصنفت بأنه جائحة بانديميك من منظمة الصحة العالمية، فما بالك الأشخاص اللي اوريدي انصابوا بهذا المرض اللي هن مش عارفين شو علاجه، مش عارفين أنا شو حيصير وضعي، متوترين. فهون بيجي دور الدعم النفسي، لأنه كمان هذا التوتر والخوف اللي عم بيصير عندهم حينزل مستوى هرمونات السعادة بالجسم اللي هي الدوبامين والسيروتونين، فبالتالي حيزيد عندهم المناعة حتنقص، فحيزيد عندهم أعراض هذا المرض. فإحنا كتير بحاجة للدعم النفسي لإلهم من الطرفين، الدعم النفسي المجتمعي والأفراد والدعم الطبي. نبدأ بالدعم النفسي كعائلة كأصحاب. أول إشي إحنا بحاجة إنه نأكد لهم ونوعيهم دائما إنه هم مش لحالهم بهذا الإشي، مش لحالهم بهذا المرض، في أشخاص كمان. وبعدين عم نلاقي إنه حالات الشفاء عم تعلى، فإحنا بحاجة إنه نكون معهم، ما نكون نذكرهم انتوا في هذا المرض، انتوا شو وضعكم، شو عم تحسوا، شو اعراض، نحاول نسحبهم نفسيا ومعنويا من هذا الجو لجو اخر ينسيهم اللي هن فيه.
نعم، يعني عندما نتحدث فعليا أنه يجب أن ننقلهم من حالة إلى أخرى فعليا لازم، لكن فكرة العزل هي فكرة يعني لم نتعود عليها، يعني ممكن أن يحس أو يشعر الإنسان أنه معزول بسبب المرض، معزول بسبب قدرته على العدوى، وجوده مع نفسه، هاي كلها لها آثار سلبية، يمكن يعني ليس لها علاقة بالفيروس نفسه أو بكورونا نفسها. فكرة كبيرة وممكن أن تكون عميقة، لها جذور يعني أو مؤثرات كبيرة. شو رأيك عهد في هذا الموضوع؟ 100%، لأنه فكرة أنك أنت إحنا فكرة العزل وفكرة أنه ما عم نقدر نوصل على أشغالنا وما هنقرب على أهالينا، وخصوصا إذا عنا أهالي كبار بالعمر، أنه عم نصير أنه إحنا قلقانين عليهم أكتر. فكرة أنه إحنا مش عارفين العالم لوين متجه، طلع علاج ما طلع علاج، هذا الإشي إحنا عم نطلع من إشي comfort zone، مكان إحنا مرتاحين منه، لمكان إحنا مو عارفين لوين رايحين، لمكان إحنا مش عارفين شو اللي بعديه، فإحنا بالتالي رح يزيد في عنا هذا التوتر تبعنا. إحنا كثير بحاجة نعرف ونتأكد، يعني مثلا دولة الصين الدعم النفسي كان هو أول إشي مع العلاج ربطوا حتى يقدر يعالجوا الناس منه، لأنه في كثير أشخاص. أي نوع من العلاج عهد؟ يعني ما هي نوع العلاج النفسي المطلوب؟ العلاج النفسي المطلوب من الكوادر الطبية والأطباء وحتى المعالجين النفسيين والعائلة. شوفي، هي دائرة وحلقة كاملة، لأنه إحنا نوع العلاج اللي هو يشتغلوا معهم على التوعية الصحية، على مثلاً إنه أنت اللي هي mindfulness مثلاً، واحدة من الأشياء إنه أنت مش لحالك بهذا الظرف، إحنا معك. تتخيلي إنه في بإيطاليا مستشفى الأطفال اللي مصاب فيهم الكورونا كان من الدورة الصباحية إنه بس يفوتوا بس يبتسموا ويلعبوا الأطفال، هذا كان له أثر كتير كبير إنهم يقبلوا ياخذوا الأدوية ويتقبلوا الظرف، إنه هن طبعاً بالفترة الأولى كانوا ينعزلوا لحالهم. الدعم النفسي إنه إحنا نكون مثلاً بوزارة الصحة والأطباء شفافين مع المريض، شفافين مع وضعه الصحي، شفافين إنه نريحه نفسياً شو عم بيصير. كمان شغلة إنه نبتعد شوي عن الأخبار سيئة، إنه في عنا زادت حالة الوفيات، زادت نسبة الإصابة، نطلع على الوجه المقابل اللي هو الوجه المشرق، إنه إحنا عم نقدر نتخلص منها، عم تكون على بعض الأشخاص خفيفة، ما عم تأثر عليهم سلباً، عدد الأشخاص اللي عم تأثروا كتير فيها سلبياً أو لا سمح الله يتعرضوا إنها للوفاة أقل من الأشخاص اللي عم بينجوا منها. نشتغل على هذا العامل النفسي. نعم، يعني من الواضح فعليا عهد أنه الإنسان يدخل على هذه المرحلة أصلا عنده الكثير من الأمور النفسية الصعبة، يعني مش عم نقدر نعزل حالنا عن الأخبار اللي حوالينا، مش عم نقدر نعزل حالنا عن متابعة الأرقام يوم بيوم. أيضا موضوع أنه وجود علاجات أو مش وجود علاجات، فكرة أنه أثق بالطبيب اللي عم بيعالج الحالة، فكرة يعني مجتمعيا أيضا هناك دور كبير في الأخبار التي تبث من خلال المجتمع، فأكيد بالنهاية كل إنسان من الواضح حسب الأعداد أنه عم بنصاب فيها، فكيف ممكن تهيئة أنفسنا لفكرة المرض من ناحية المبدأ؟ إسراء، أول إشي زي ما حكيت لك أنه إحنا الدعم المجتمعي هو كتير مهم، خلينا نحدد وقت معين بالنهار بس نسمع فيه أخبار، مش نضل 24 ساعة على هالأخبار، صار التعداد هالقد، صار عنا وفيات هالقد. احنا خلينا نكون شوي اوعى انه احنا بهاي الجائحه كلياتنا مع بعض رح نتاثر، طول ما احنا ماشيين بالاحترازات الطبيه والهايجين العالي احنا عم نقلل الاصابه، طول ما احنا ملتزمين بموضوع الكمامات تبعتنا محطوطه بطريقه صحيحه احنا عم نحمي حالنا ونحمي غيرنا. طول ما أنا قادرة نفسياً ومستوعبة نفسياً إنه أنا هذا الموضوع أنا بقدر أتجاوزه، لأنه العامل النفسي
حيساعدني برفع المناعة تبعتي، ما رح أتوتر، ما رح يصير في عندي اضطرابات. هلأ في أشخاص اضطرابهم طبيعي لحد ما، وفي أشخاص الاضطرابات عندهم غير طبيعية، هون بصفي أنا لازم أكون واعية ومنتبهة، والأشخاص اللي حوالي والدعم النفسي اللي حوالي لازم يكون عارفين أنه أنا بحاجة لدعم من مرشدين أو مدربين صحة، ويكون معي بالطاقم الطبي شخص يعني متوفر فيه المهارات أنه يقدر أنا ينقلني من ليفل لليفل تاني بالوعي بالصحة النفسية. عهد يمكن لاحظنا بفترات سابقة أنه الكثير من مدربين المهارات الحياتية أو حتى الأشخاص المؤثرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بحاولوا دائما أنه يكون في لهم تأثير إيجابي. مع وجود كورونا ومع دخول كورونا حسيت أنه في إلى حد ما غياب لهؤلاء الأشخاص اللي ممكن أنهم يبثوا طاقة إيجابية في المجتمع. هناك مشكلة مجتمعية فعليا، يعني شفنا ببلدان كثير بالعالم كانوا يغنوا يرقصوا ويحاولوا أنهم يحسسوا بعض أنهم موجودين من خلال يعني حتى على بلاكين البيوت من خلال الكثير من النشاطات. عنا عم بغيب هذا الحس المجتمعي وأنه شدة وبتزول، أنه رح نمرق بهاي المرحلة، أنه فعليا الموضوع مش بالسوء اللي إحنا بنعتقده. فإلى أي مدى إحنا مقصرين كمجتمع أو حتى كأشخاص متخصصين في دعم المجتمع وبث الطاقة الإيجابية لمساعدة الناس والمصابين في هذا الموضوع؟ صحيح، لأنه هلأ هو مغيبين وبدوا في ناس أوريدي عم بيشتغلوا على هذا الموضوع. هلأ مغيبين لأنه إحنا لازم أصلا يكون في إشي اسمه خط الدعم الطبي أو خط الدعم النفسي، اللي هو خط مجاني يوصل. إحنا عندنا مهارات تخصصات مدربين صحة ومدربين حياة، عندنا تخصصات جيدة جدا، إنه إحنا قادرين بمبادرة كتير قوية ومنيحة نخصص خط دعم للأشخاص، وخصوصا إنه إحنا عم نعاني وعم نسمع من موضوع التنمر لمرضى الكورونا. يعني إحنا يعني وصارت على سبيل الدعابة إنه إذا حدا عرف إنه عنده كورونا حتنعرف السلالة العائلية تبعته. فإحنا في بحاجة إنه هذا التنمر وإنه ابعد عني وخلينا لحال وخلص إنه يعني حتى بالمزح وحتى بالجد هذا بيأثر على كتير على نفسية الشخص. فإحنا بحاجة لخط دعم نفسي يقدر في مريض الكورونا يتصل ويحكي ويفش قلبه ويفضفض عن مشاعره لشخص مؤهل إنه يساعده بموضوع هذا الكورونا وموضوع أنه يرفع من العامل النفسي تبعه. وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأولى نعم كان مغيب، بس هلأ لسه في عنا أشخاص عم بيحطوا وبيشاركونا من تجاربهم، وأنه أشخاص مؤثرين عم بحسسوا العالم أنه أنا هيني باللي مثلا يعني أنا في أكثر من شخص أنا شفتهم أنا شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا إنه عم بيشرحوا لنا يوم بيوم، اليوم الثالث هي إحنا باليوم الرابع أنا صرت أحسن. أنا هذا كله له تأثير جيد بصفي الأشخاص اللي عم بيحضروا عم بيخفف من روعهم وعم بيخفف من قلقهم، لأنه المؤثر اللي هن عم بيتابعوه شخص زيهم عم بيحضروا وبيشوفوا انه وضع يعني طبيعي. يمكن عهد ان احنا اكثر شيء بحاجه له فعليا انه نعزل انفسنا عن فكره كورونا نفسها، كفن كموسيقى احيانا حتى نفكر باشياء اخرى جميله. شكرا لوجودك معنا عهد سوداني مدربه المهارات الحياتيه، صباح الخير.